صح شبتكم وأسعد الله سهرتكم رمضانية على القناة الوطنية الأولى. حلقة جديدة من الكاميرا الخفية وفكرة جديدة. شنية فكرة اليوم؟ بدينا الساعة اخترعنا اسم جمعية وهمية إن شاء الله بتكونش موجودة على عدد الجمعيات الموجودة في تونس. الجمعية التونسية للدفاع للديمقراطية. الجمعية ذي تلم في شوية تبرعات في مغازة كبيرة في فضاء تجاري. اتنقلنا المغازة ورا الكاسة بعثنا فريق الكاميرا الخفية. كل ما يشوف راجل هو ومرته يدوروا يمشي يقولهم يقولوا رانا باش نعملوا شويه صبر ارا باش نسلموكم على الاسعار وما الى ذلك. بعد يجبدوا الراجل وحده وشوفوا تو زبير لقاني اقنع الراجل باش يحصل مرته في الكاميرا الخفيه. اعطاه الفلوس هذوما وقالوا كيف تخرج ورا الكاسه تلقى جماعه يلموا في التبرعات واخر وقدم واعطيهم المبلغ الكل. عزيمه سيدي مرحبا اخويا تفضلوا بحذايا نحكي لكم شويه على الجمعيه نتاعنا. نجي ناخذ امدا ناخذ وقتك من وقتك كثير اجي بحذايا انا. أنا كامل هذه الكتب العام تاع الجمعية هذه، الجمعية اسمها الجمعية التونسية للدفاع للديمقراطية، وإحنا كما تعرف الجمعية نتاعنا جمعية فتية مازلنا جدد، يعني كي العمل الجمعيات هذايا يتطلب شوية إمكانيات، والإمكانيات هذيا تجي سو فورم دو تبرعات. أيوة. فهمتني؟ إحنا نعمل ليستون هذوما في لي سوبر مارشي هكايا واحد، ليش المواطنين يتبرعوا معنا بحاجات رمزية، فهمتني كيفاش ولا؟ وأنت ماكش ملزم راهو تجي متعاوننا حتى بالتشجيع. فهمتني؟ توا مسيو. مع الباك دو سيس جديد متاع دناب هز سحورك بسهولة. الحاجات هذه كل تهم الديمقراطية. تهم الديمقراطية بالضبط. فما حتى مشكلة. صحيح بالضبط. عاش كيفاش. بارك الله فيك سيدي يرحم والدي. فما حتى مشكلة. لازم الديمقراطية ومجل البلاد مثلا تونس. مساعد نعطيك حتى الفيست نتاعي يعني عادي. قداش يا مان؟ 900 ليرة. شبيه؟ ها؟ أخي مهبول أنت قلعت بحسانة ديمقراطية رو يحكي على الديمقراطية رو حاش تم الفلوس هيدا فلوسي متعرف خلوش؟ عليها خبي عليك فلوسي شو معناها ديمقراطية؟ نعرف أنا ديمقراطية
مدام انت شفت الرجل هذايا؟ شفت الرجل هذايا؟ هذه قدوه للرجال تونس الكل. حتى انا قدوه لرجال تونس. هي جمعيه تعنى بالديمقراطيه. شرب حاجه؟ باش ناخذوا شهاده راهو باش ناخذوا شهاده. انت انا احكي لك عاد. انت ما عادش تتكلم. انا بيك تسكت. يعني هذيك شريت صندوق ما تلعبش معاه. واضح هذا عاطيني اسمك. ما تلعبش معايا اللغه هذه. ربي لا لا عاد انا نقول مادام كانت ديمقراطيه مش تفسد الحياه الزوجيه راهو بلاش بها. باش يجي يجبد الفلوس. لحظه بركهم شجع لي في التليفون خاطر قاعدين يصوتوا على الدستور برمتي. لحظه برك. حتى يكون مادام الديمقراطيه هي الديمقراطيه. يا خويا ارحم والديك. بارك الله فيك وربي يكثر لك الناس. ولا هاني ماشي لدربك. يا مدام مش نعطيوك معلقة شرف تسمع فينا نريخ سابيلك يا سندر لندر يا مدام يا لند مدام عمرك ما تقول بلادي شعطاتني تقول انا شعطيت لبلادي ليه يا بنتي ليه يا بنتي يا بنتي يا ايزا مشاء المسار الديمقراطي مشاء مدام قال لك مش تاخذ فلوس انا مش صحلنا على وثيقة رسمية للمشاركة في الكاميرا الخفية أكل كاميرا فين جبت الفلوس؟ الفلوس مش بتاعك حتى هو نلتقي غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من الكاميرا الخفية وفكرة جديدة بطبيعة الحال. في الأثناء خليكم معنا على الوطنية الأولى. بعد لحظات عندكم حلقة جديدة من سلسلة الهزلية ثلاثية الأبعاد حجر لام، ومن بعدها حلقة من مسلسل نعرض له المسلسل الحدث إنتاج الوطنية الأولى. مشاهدينا في كل مكان نتمنى لكم سهرة رمضانية ممتازة على الوطنية الأولى.